حبيب قلبي نورت الاستوديو بتاعي ان شاء الله اي حاجه وكل حاجه عايزها الفيلم بتاعك هتلاقيها معانا هنا حبيبي بس انت ما ريت بعد شو بيحكي كله في وقته كله في وقته المهم نتفرج على فريق الانتاج لا لا انا عندي فريق انتاج تبعي لا معقولة فريق انتاج مش قاعد بركة مع الموضوع ده بعدين ايه رايك في الموسيقى التصويريه خش على بس 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 ما بدي موسيقى بدي تمويل بس ستوب بدي بس مول الفيلم انا يبقى انت اكيد عايز ممثلين ايه رايك في سماره بنتي شمعه منوره لا شمعة ولا منورة فيلمي عن أربعة بيعرفشوا على الجبل ما في بنات ماشي ما فيش مشكلة ممكن يقف في الجبل يبقى عملوا لي خدمة لو صابوها هناك والنبي خدوا يا حبيبي الله بياخذ الجميع على حسب تريد بدي مول الفيلم أنا بس كده حبيب قلبي اتفضل معايا جميل هاي معلش صاحبي ما بلاش نتعامل بالفيزا دلوقتي المهم ميزانية فيلمك كده يجيلك كام جبل شو بعمل بالجمال أنا أنت مول بيهم فيلمك ساعة بنتك ساعة جمال خي بدي مصاري عشان أعطيني الجمال ما كل الناس بتتعامل بالجمال ما بتتعاملش بالفيزا لك يا عمي أي فيزا أي فيلم بقى خلص راح الفيلم راح مالك في إيه اللي عندي وده اللي حناخده بدي أعمل تحتاج مساعدة في صناعة الأفلام؟ للتعليم الإنتاج والتمويل على مدار العام اكتشف مؤسسة الدوحة للأفلام إيه؟ ألو عندي خبر منيح خبر ما منيح لك جبنا تمويل للفيلم